كايلك النهارده هيبقى اخوك وشد الاحزمه. ليه بقى؟ لان خلاص هنعلن عن الفايز يا جدعان باذن الله في الفيديو ده في اخر الفيديو. خلص يعني لازم تتفرج على الفيديو لحد الاخر لان هتعرف في الاخر. خلصنا؟ فاحنا قبل ما نبدا صل على النبي عليه الصلاه والسلام وانزل اعمل لايك الفيديو ده واشتراك جميل لو انت اول مره تشوفنا، لاننا وصلنا ل 506,000 ورحله الوصول ل 510 فاضل 4,000 بس يا جدعان ونوصل ل 510,000. مبوي اللي انا بحبه اقسم بالله. ويلا بينا يا جدعان لست جون خش على فيفا نشوف ايه الموضوع ده. خلصنا خلصنا يلا بينا يا جدعان. مبدئيا كده معانا في السوق مين اللي معانا في السوق؟ فرد اللي احنا بعناه امبارح يا جدعان ب 388. اتفاجئ النهارده ان هو سعره دلوقتي بقى معدي الفلانكات. الله 400 وفك 430 مليون. ليه طيب؟ قلت لكم محدش يبيع تشكيلته. انتوا بتسمعوا الكلام، انا ما بسمعش كلام نفسي، بتخازوق بره بس عشان احنا كسبنا كامبان يا جدعان غصب عننا. والله غصب عني. يلا بينا يلا بس. على فكره قبل ما نبدا انا رافع صابعي زي دافيدتش ده ولا مين، ما علينا، ما اعرفش مين. انت شكلك مش عامل لايك ولا عامل اشتراك وهنزعل ونجيب ناس تزعل. ويلا بينا على الباكج، يلا بينا على الباكج. معانا باكج الفا بوينت. اها ما بره عني يا صاحبي. 8000 فيفا بوينت وفي الاخر ما كسبش منهم حاجه. متعود انا كتير، متعود انا على الحوارات دي. المهم باقه نجوم الماضي، يلا بينا يا عم نشوف نجوم الماضي. يا رب كريستيانو زي اللي في بالي. طنط ندى اول باكج في الحدث يطلع لها كريستيانو اوفر 101. تخيل انت. طب انت مستني ايه؟ انت مستني ايه بعد ده؟ حظ وجاي تغزني. برتغال مكسيكي اتفرج يا عم. مش انفيلد والله، مش انفيلد. خلاص يا هيريرا، خلاص مش انفيلد يا هيريرا، مش انفيلد. الله جاي تغزني امبارح وتقول لي بس انا كسبت مين؟ طب ما انا عارف، ما انا حسيت من قلبي، حسيت بقلبي والله حسيت. يلا يا جدعان اللعيبه بتتباع. والله العظيم احنا ممكن دلوقتي نعمل مليار كوين، ممكن مليار كوين يا عم. بس المليار ممكن يجي في اي وقت. يا سلام يا سلام، 7 مليون، هذا ما احبه، هذا ما احبه. طب والله العظيم احنا ممكن نعمل مليار كوين يا عم. باكج واحد بس، باكج واحد ممكن. بص على الووك اوت، لو ووك اوت بص بقى، بص بقى. ايوه كوريا اهو، ار دبليو كوبو. كم يا كوبو؟ ك 97 كوبو. تعال يا كوبو. كم مليون؟ 6. اديها واحده الجيار لا يختشي. انا يا جدعان نديها واحده الجيار لا يختشي. لا يا عم، لا يا عم، لا يا عم المسامح كريم يا عم، يا عم المسامح كريم. انا كنت اديها واحده الجيار لا يختشي بس لا يا عم، لا يا عم. طب تيجوا نديها واحدة الجار لا يختشي من هنا. ماشي يا عم، ودي يا عم. عرض نجوم الماضي، نجوم الماضي. أنا حزين، حزين. يا فيفا، يا فيفا، يا فيفا. ليه طيب؟ ليه؟ ليه يا دنيا؟ ليه يا دنيا؟ ليه؟ ليه الباكج ال 150 فا بوينت بتعذبوني عشان نكسبه؟ ليه؟ على فكره انا هختم لك الوقت الاضافي على السكه وعلى الدغري. خلاص. طب ايه ده طيب؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ده 150 فا بوينت. ايه يا عم؟ ايه؟ بتعدوهم في فاية؟ بتعدوهم؟ ما ينفعش كده. تعالوا يا جدعان عشان نكملهم مليار، احنا معانا دلوقتي 990 تمام؟ عشان نكملهم مليار مبدئيا كده. مبدئيا احنا نبدا بمين؟ نبدا بكوبو. يا سلام كوبو الكومه الحاليه 500 مليون. ليه يا عم؟ ليه يا عم؟ مش للدرجه يا عم. 15 مليون رسميا بقى معانا. مليار و4 مليون، لا مليار 3 مليون ونص. خلصنا خلصنا. نيجي هنا الواد ابو 7 مليون ده. بصوا يا جدعان انا بقى ايه اللعيبه دي، اللعبه دي انا هبيعها للاسف. بعد كده اي لاعب فوق ال 7 مليون هيتباع عشان عايزين نجمع ملايين يا جدعان. 20 مليون اهو، احنا اولى بيهم ولا لا؟ احنا اولى بيهم والله، والله احنا اولى بيهم. نخش على المقايضه،
دخلني يا صاحبي على المقايض، دخلني. ماشي يا عم، ماشي يا عم. ايوه يا عم، ايوه يا عم منى، ايوه يا عم منى. ودي يا عم مقايضه يوميه كايلاوه، كايلاوه انت كايلاوه والله. يلا يا عم، ايوه كده جبنا لعيبه طرشه يا جدعان، اي حدث بينزل لازم نجيب منه لعيبه. ودي يا عم كريستيانو، برتغالي بقى، برتغالي وغالي، برتغالي وغالي، كوري برضو. استي مين ده، مين ده، مين اللي في سلتك يا جدعان من كوريا؟ فرو ايه، فروشي، فروشي والله. ايه ده، مين ده يعني؟ ماشي يا جدعان، ثانيه كده، دقيقه دقيقه وجاي. يلا بينا يا جدعان، يلا بينا نخش على الباكج اللي بعده، على اللي بعده. ايه ده، احنا معانا سكرات، سكرات قلت لي. بس ثانيه، ده هناخد كام لاعب؟ لا بصوا يا جدعان، بصوا بصوا، احنا ممكن نعمل حركه حلوه، احنا ممكن ناخد لاعبين هيرجعوا لنا يتجددوا لنا، تمام؟ ممكن ناخد لاعبين يتجددوا لنا، وممكن ناخد مثلا ده كده، ايوه ممكن 85 ناخد مثلا ايه ده، ده مثلا اهو، ده مثلا اهو يا جدعان. يلا بينا، يلا بينا، يلا بينا. الجيار لا يختشي. ودي يا عم، ودي يا عم، برتغالي بقى، ميشن فيلد، زياش، حكيم زياش، ميشن فيلد يا جدعان. مع انه والله الاثنين مغاربه، مع انه والله العظيم حكيم زياش يا جدعان المفروض يبقى اعلى من 95. 95 ايه؟ احنا ايه؟ احنا نتهبل على بعض يا جدعان. 95 ايه؟ المفروض يكون اعلى من كده. المهم يا جدعان، المهم الجيار لا يختشي، وبما انه الجيار لا يختشي فانا بقى اول يوتيوبر يختم الوقت الاضافي. الكل ما كانش بيعمل الوقت الاضافي الا انا، قلت لك طول ما فيفا سايبه المقايضه يا جدعان بتاعت الوقت الاضافي، معنى كده ان في حاجه نازله اهي، اهي اهي والله. احنا معانا 4000 يعني، خلصنا دي وخلصنا دي، وهتتجدد تنتهي صلاحيه الاختيار في 12 يوم، يتم تحديث قائمه اللاعبين في 12/9. احنا النهارده ايه يعني، كمان 14 يوم. طب حلو والله، حلو والله. يلا بينا يا جدعان. سنة شهاب الله، مين 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 مين؟ راشفورد 99، راشفورد 99 واسبليكويتا. بس احنا عايزين راشفورد. ثانية يا جدعان، ثانية ثانية، ايوه بقى، ايوه دلع الكلام، دلع الكلام. تعالى يا جدعان يلا نكتشف الاسعار. راشفورد 99، اول حاجة معانا 99، بيلعب ايه؟ ال دبليو صح؟ راشفورد ال دبليو، ما مش شايف والله، بس ماشي هنجرب ال دبليو. ال دبليو، ودي يا عم منى، ودي يا عم. اسبريكوتا ماشي، نشوف لابورتا، لابورتا تعال، سي بي 98 تعال، ده صديق كريستيانو في النصر فاكيد ايه، ماشي لابورتي، ماشي ماشي ماشي. سي دي ام ريمار، ايوه ريماريز ده ولا البرازيلي هو ده ولا ايه؟ طيب انتوا صدمتوني، انتوا صدمتوني بجد، بجد صدمتوني جدا. انا مش عارف ايه ده، رد فعل بنات من ايجيبت. او ماي جاد، او ماي. ماشي فين راشفورد، فين راشفورد؟ تعالى يا ابن ال، ماشي هنطوره تطويره عشان يتباع. والله تدورتين، لا يبقى كده اتنين ماسكرانو، ونديله واحده كمان يبقى ايه، يبقى 100 مليون. بس هنحتاج كده، هنحتاج اربع نسخ ماسكرانو، فبلاش، احنا نرضى بالمكتوب وخلاص. والله احنا نرضى بالمكتوب يا صاحبي، اللي هو ال 60 مليون. لازم 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 لازم. يلا يا صاحبي تعال، انت هنا، انت هنا يا دي راشفورد، تعال 99 ماشي. طب والله العظيم جميل يا جدعان، جميل جدا والله العظيم، جميل يا جدعان، الباكج حلو،
لازم لازم تطبل نفسك. ومين يشهد العروسه؟ فاهم انت مين يشهد؟ يلا يا جدعان في واحده بقى ايه سامع، نشوف الباكج فيها مين. فويليامز كريستيانو ميسي، يا رب يا رب كريستيانو. طب هنا فيها مين؟ كامباني، كانافارو، باريس، صلاح. طب فين كريستيانو؟ ما فيهاش اصلا كريستيانو والله، يعني الباكج دي اصلا ما فيهاش كريستيانو. يعني احنا كسبانين راشفورد كده يعني صدقه. طب يلا بينا يا جدعان، يلا بينا عشان احنا بدانا نزعل يا جدعان، بدانا نزعل يا جدعان. مين بقى كريستيانو بقى؟ صلاح، صلاح الكفرتسخيل، ميسي 95. الجيار لا يختشى يا جدعان. تعال اما نشوف، لازم نشوف الاسعار، لازم نشوف احنا كسبنا. صلاح يا صلاح، صلاح كام؟ 96 ار دبليو. نخش على 96 وال 95 مع بعض ونجيب مركز ايه الار دبليو. نشوف صلاح وميسي، ميسي عامل 15، صلاح عامل فين صلاح؟ صلاح 96 يا عم، يا عم 96 يا عم، ماشي. صلاح ميسي عامل 15، صلاح عامل 15 كمان. ايه الجمال ده يا ولاد الايه يا لعيبه، يا ولاد الايه. على كده ميسي بيتباع؟ لا صلاح هو اللي بيتباع. ماشي نخش دلوقتي في مين بقى؟ كارفاخال 95. بس ثانيه، واحنا كده واحنا كده نخليها ال دبليو 96 تمام، عشان نشوف كفر تسخيلة بالمرة. يلا كفر تسخيلة كان 15. ايه الجمال ده يا عيال، ايه ده يا عيال والله، ايه الجمال ده. يعني مفيش اي اكشن خالص كده من اخوك ابو عادل والله. المركز ار بي بقى، نخليها ار بي بقى 95 بقى 95. نشوف بقى كرفخال بقى برضو برضو. والله انتوا نفس الحوار برضو عندكم والله. خلاص يبقى صلاح، صلاح يانو. لو عندكم كريستيانو فاحنا عندنا صلاح يانو. يلا بينا عم صلاح هنا، يلا صلاح، تعالى يا صلاح، تعالى يا صلاح. ختمنا يا جدعان الوقت الاضافي، الله العظيم ختمناه. راشفورد، راشفورد انجليزي، ال دبليو مانشستر يونايتد. راشفورد 99، راشفورد. تعالوا نبيعه يا جدعان، تعالوا نبيعه، تعالوا نبيعه تمام. يلا راشفورد، روح يا راشفورد. 64 600. فين صلاح؟ 15 مليون. فين صلاح يا صلاح؟ 14 900. والله العظيم ما فرقت يا جدعان، والله العظيم ما فرقت. تعالوا بقى ايه تجهيزا لكمان 12 يوم. اختياراتي مدمرة حياتي والله. هتقول لي بتجيب اللعيبة دي منين يا حاج ابو عادل؟ اقول لك احنا معانا اسطول، اسطول والله العظيم. تعال يلا، انت فاكر ان كده بس كده؟ انت فاكر كده احنا ممكن نعمل بكره؟ بص بص بص، يعني راحت اللعيبة، راحت اللعيبة، راحت اللعيبة يا عم. يلا بينا يا جدعان نخش على نجوم الماضي. تعالوا نشوف بقى حاجة بقى. انا معايا دلوقتي 1600 تمام، معانا 1600. فهل هل هل نضمن واحدة من هنا ماسكرانو؟ نضمن؟ أنا بقول نضمن بصراحة، فاهم أنت؟ نضمن. خلصنا واحدة، إحنا لازم لازم نشتري كل ده يا جدعان. يا نهار أبيض، إحنا لازم أصلا ناخد كل ده عشان ناخد باكج من 98 ل 100. يعني أصلا الفتحات اللي أنا بفتحها دي ملهاش أي عازة. نفتح واحدة كده ب 200 والله ما لها أي عازة خالص، ما واحدة ماسكرانو بقى. شايف؟ يعني أنت توفر وتشتري دول. طب أنا عندي فكرة، وإحنا مش ممكن نعمل كده؟ نشتري الحاجات القليلة، ودي ب 60 أهيت، لا دي ب 150، فاهم؟ طب والله الموضوع حلو. ده إحنا كان ده إحنا كان زماننا ختمناه أصلا يا جدعان. احنا كان زماننا ختمناه. ايه ده؟ 300. سيب اللي ب 60 دي الاخر، سيب اللي ب 60. احنا عملنا
ايه يا عم ده يا عم؟ امال دول ما اتحسبوش ليه يا عم؟ يتم التحرير بعد شراء كل المكافآت المتميزة في 4 أسابيع. يعني انا مش فاهم حاجة، انا مش فاهم حاجة، فهمونا يا جدعان، فهموني بصراحة يا جدعان الحدث ده عشان مش فاهم حاجة. ويلا بينا يا حبيب قلب اخوك، يلا بينا نروح على اختيار الفائز في المسابقة بإذن الله، عشان انتوا اللي هتكرروا. تمام، احنا هنتفرج على كل الفيديوهات، هنتفرج على كل الفيديوهات وهحط لكم الاسامي في استفتاء، وانتوا اللي تختاروا مين اللي يكسب يا جدعان. خلصنا؟ ايه ده معانا في السوق برضو تاني؟ راشفورد اتباع في ثانية كده؟ ماشي يا جدعان، يبقى معانا 1.08 مليار. المهم وانتوا اللي هتختاروا يا جدعان. خلصنا؟ خلصانة. فيلا بينا ننتقل على طول. ايوه ماشي، يلا بينا ننتقل على طول على التيك توك يا جدعان، يلا بينا. وجينا دلوقتي بقى يا جدعان مع اختيار افضل فيديو او صاحب افضل فيديو. نبدا بالاول كده معانا محمد عبد المحسن. المشكله ان في كوبي رايت. خلصانه محمد عبد المحسن عامل لقطات. خلصانه يا صاحبي؟ انتوا انا هفرجكم على كل الفيديوهات، والفيديوهات دي انت تقدر تخش تتفرج عليها، هتخش عندي على التيك توك وتخش الفيديوهات اللي اعاده نشرها، فاهم انت، وهتلاقيها. يلا بينا. فيلو، فيديو فيلو حلو يا جدعان، فيديو فيلو حلو. جايب لنا 350 400 500000 يا فيلو، رسميا 500000. وطبعا في ناس يا جدعان كتير كانت عامله فيديوهات ومش هتلاقيها موجوده في الفيديو، لان الفيديوهات يا جدعان ما استوفتش الشروط، فاهم انت، احنا قايلين ما يتحطش يوتيوبر تاني، ما يبقى ما تجيبش مش مثلا جيم بلاي حاجات من دي، ففي فيديوهات ما استوفتش الشروط، فاحنا اخترنا الفيديوهات اللي استوفت الشروط يا جدعان ونزلناها. خلصنا؟ وان شاء الله في مسابقه قادمه الاسبوع الجاي على الانستجرام. خلصنا؟ يلا بينا. جومنج كريم عامل ايه؟ تعال كمان نشوف. صباح الخير على احلى 70000. انت للدرجه دي راجع بالزمن؟ رجع بالزمن يا جدعان، رجع بالزمن اخويا جومنج كريم. يلا كريسبو، يا الفيديو ده جميل قوي يا جدعان. انا عايز اقول لك ان كريسبو هو السبب اصلا في ان احنا نعمل المسابقه دي على التيك توك، اقسم بالله. والفيديو ده انا خدته نزلته عندي على على المنصات والله العظيم. نخش هنا، خل تيش، نفضل فاكرينها سنين. بنزيما 112 خلت على اللي بعده يا جدعان، عشان في فيديوهات كتير وهناخد وقت كتير. يلا بينا. صفر سبسكرايبر. كريسبو تاني، 50000، 100000، 200000، 300000، نص مليون يا كريسبو. ايوه هات نص مليون يا كريسبو، نص مليون يا حبيب اخوك. اللي بعده سمك اخويا، سمك اخويا. البحار والمحيطات، يعني ايه يعني البحار والمحيطات؟ 481 مشترك. ايوه بعدين نص مليون. خلصانة البداية. معاذ عامل فيديو بداية يا جدعان، حاطط فيه الصور، تاني فيديو الاقتراب من 10000 ثم 50000، بس الصورة دي في 500000. ما علينا يا جدعان، الزمن يا جدعان، الزمن رجع بيكم ولا ايه؟ جايب بقى ان بعد كل ده وصلنا لنص مليون. الف مبروك ابو عادل على 500000، والمليون قادم بقوه باذن الله. اخويا اخويا احمد والله حلمي، وبدات قالوا عني زمان مجنون بيضيع حلو الفيديو، بس ما بفضلش اللقطات يا جدعان، في فيديوهات كتير قوي لقطات متشال. ايه يا صاحبي احنا هنفضل صفر فولورز ولا ايه؟ نص مليون اخويا 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 اسامه. يلا بينا على اللي بعد. نص مليون اخويا. لا ده ايه ده حافظ حركاتي، ده انا عملت زي الفيديو. 100000، 200000، 300000، 500000. بس على فكره احنا ما كناش حاطين الصوره دي واحنا ب 500000، بس ماشي. 500000 اخويا اي ام فريش. يا الفيديو ده جميل يا علي، يعني ده كان شكلنا لما وصلنا 412000. الفيديو ده جميل قوي يا علي والله العظيم، الفيديو ده جميل قوي. 2022 2024 500000. اللي بعده يام في العمر ما بتعديش. اللي بعده موسيقى يا جدعان، لقطات فيديو لقطات. اللي بعده
انا عايز اقول لكم يا جدعان، كريسبو وخولت وفيلو وياسين وناس جميله قوي، او علي وناس جميله قوي، عامله فيديوهات حلوه قوي. حبيب قلبي تسلم تسلم والله، كان بيبارك لك يا جدعان لو انت ما خدتش بالك. اه بيقول لي مبروك ابعاد عن نص مليون اخويا، الله يبارك فيك يا بودي. بودي لقطات خلاص، وصلنا لنص مليون. اللي بعده، لا لا موسيقى. هو بصراحة لحد دلوقتي في فيديو عجبني من الاخر، ابو عادل بيقدم محتوى فاخر على الاخر يا حبيبي، حبيب قلب اخوك والله. فيديو عالي يا جدعان، هو اللي عجبني بصراحة. نص مليون اخواتي يا جدعان، اخواتي في شباب عزف الابداع، وحينما كبر كان ايقونة الابداع حتى وقرب اعتزاله. ما ايه بقى، ما ايه، ما زال سيد الامتاع الكروي اخويا والله. يا دا يوزر خلصانة، يبان في رحلة حياتنا. طب والله العظيم يا جدعان فيديو حلو، جاب لنا لقطات. شوف 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 ال 51,000. ايوه صاحب، هات لنا بقى ابو عادل بعد ما وصل العالمية، وصل نص مليون اخويا. 100,000، 200,000، 300,000، 400,000، 500,000. ده ايه؟ كانت رحلة طويلة، كانت رحلة شاقة. فن اختيار، فن اختيار ال الحاجات يا مصطفى، والله العظيم جميل قوي يا مصطفى. انت متفرج على كل ده؟ ده انا مش متفرج عليهم والله. تسلم يا مصطفى. Maybe someone don't like me but because maybe I am too good. كريستيانو رونالدو اخويا. اللي بعده، تشكيلات زمان. لا ولقطات، ايه ده؟ ده عامل اصلا نقلات ولا اعلان. ايه ايه، تسلم يا عم تسلم والله. نص مليون، وده مؤمن 2024 نص مليون مشترك اخواتي يا جدعان والله. محمد عادل ريتشارد توب ليفل اوب 500 كي فولورز. سمكه يعني البحار والمحيطات، يعني نص مليون مشترك اخويا. سمكه اخويا، ايه ده يا جدع. الفيديو ده يا جدعان من الفيديوهات اللي انا حبيتها يا جدعان والله العظيم. شايف الحمد لله وصلنا النهارده، جايب فيديوهاتنا القديمه وجايب خلاص ان احنا بعد ما وصلنا نص مليون. ستار بوي، فيديو جميل قوي. الناس يا ابو عادل مش هتعرف توصل ل 100,000، هو ما حدش قال كده بس ماشي، لان انا اصلا كان عندي قناه فيها نص مليون قبل كده. ابو عادل نص مليون اخواتي يا جدعان والله، 480. مش الفيديو ده بس كده، الفيديو ده جميل اقسم بالله. انا لو بايدي ان انا اكسب عمر هكسبه، ده انا لدرجه ان انا قلت له ابقى افتح التنزيل ولا عبرني يا عم، ولا حتى عمل لي لايك على الكومنت. والله العظيم عمر ابقى افتح التنزيل يا عمر، فيديو جميل قوي يا جدعان. بس المشكله في المشكله في الاغاني. ايوه يوسف، يا يوسف يا عالمي نقلات خلصان. يوسف عامل لي فيديو انا هدغدغه عليه دلوقتي، اصبروا بس. فيديو ايه؟ انا عارف الفيديو بتاع يوسف. نقلات فيلو، نقلات اللي بعده كريم، شاشة سودا كريم. ولو يتعاد زماني هعيش كل انا ليك. نص مليون خلصانة. بارد، اسمك بارد ولا برد ولا ايه؟ نقلات اخويا، قول ايوه. تعالى يا يوسف، تعالى تعالى، عامل لي الفيديو ده يا جدعان. لما احنا قلنا يا جدعان فيرديناند وبتاع. تسلم يا عم، تسلم يا عم يوسف، تسلم، هدغدغك. ايه ده؟ نقلات، نقلات. على اللي بعد صفر سبسكرايب، ستيفن. 500,000 اخويا ستيفن، تسلموا يا جدعان اقسم بالله. الحمد لله دايما تبدا رحلتنا فيفا موبايل على قناتنا، اول فيديو لينا والقناه 481,000 اخ، وعقبال ارقام كويسه قدام. الكومنت ده يا جدعان من افضل الكومنتات اللي انت هتشوفها على اول فيديو نزل ليه على القناه اقسم بالله. ودلوقتي ال 480 مشترك بقوا نص مليون، والعيله كبرت يا احلى اخوات اقسم بالله يا جدعان. بحبكم يا جدعان والله العظيم. كرومو اديت، نقلات 50,000، 350، 450، 500,000 جوكر. تشكيلات قديمه يا ده جايب بدايتنا. الف مبروك ابعاد عن نص مليون اخويا ميدو، اخويا ميدو. لا يا جدعان كوبي سترايك يا جدعان، ولا كوبي رايت. نقلات، نقلات زيزو زياد عامل نقلات. ده ايه ده؟
اخويا المسابقه هو الان مع الايديت. ان شاء الله يا صاحبي ان شاء الله تكسب المسابقه. نقلات، ما احنا قلنا يا جدعان بلاش نقلات، النقلات يا جدعان مش متاح، مش موجوده اصلا في الفيديوهات في الشروط، فاهم انت؟ تو 500 الف سبسكرايبر اخويا اللي مطلع شرار من عينه اخويا. ده ايه ده زمان ده يا جدعان؟ ده امبابي ده صح؟ امبابي صح؟ امبابي. يلا يا جدعان ام ذا بيست مش عارف ايه، انت كدابه دخلت عطله كداب. انا مش ذا بيست فيفا موبايل ان هيستوري، لا في الهيستوري يعني كتير يا جدعان. كريستيانو رونالدو لو لعب فاهم هيبقى افضل هداف في الهيستوري والله. رسميا انا بعد النص مليون اخويا يا جدعان. الحمد لله تقريبا وابدا تبدا رحلتنا. هو لا يهمك، انا صدقت حلمي وبدات اخويا. اول فيديو لابو عادل انت بتنزل لنا يا صاحبي بالتشكيله بتاعتنا. دلوقتي بقينا نص مليون كرومو اديت اخويا، 499000. قررت اعمل مونتاج لابو عادل. كالما كريستيانو، جميله قوي والله العظيم. تشكيلات جايب لنا تشكيلاتنا، اوفر 104 اوفر 105 اوفر 106 بقى. ما جابش اوفر 106. ماشي خلاص يا جدعان، قررنا بما اننا خلاص احنا طولنا يا جدعان والله. طب ايه خلص هنا حبيب قلب اخوك، هو المشكله يا جدعان في كوست سترايك والله. ايه ده هو حلو، هو حلو بس يوجع الرقبه. الفيديو حلو بس يوجع الرقبه والله. سي نقلت. ايه ده مين ده؟ ده انا، ده انا يا صاحبي، ده انا. ايه المرعب في ان انت حطيتني وانا قاعد على البتاع؟ ايه المرعب؟ الطريق للمليون اخويا يوسف. 2022 2024 100 كي، ده جايبها بالتاريخ يا فاجر. 492 يا فاجر يا رونالدو يوسف. باكج صمم فيديو تيك توك. محمد جولز تسلم يا جولز، اتمنى تقدر تعب حبيبي يا جولز. بس يا جدعان، بس يا جدعان، والى هنا تنتهي رحلتنا، الى هنا تنتهي. احنا حاولنا نستخلص في الموضوع لان يا جدعان يعني 12 دقيقه اقسم بالله 12 دقيقه غير الفيديو الاصلي، فانا مش هقول لك مع السلامه لان انت كده كده تشوفنا بكره باذن الله حبيب قلب اخوك، وان شاء الله نعمل استفتاء وانتوا اللي تختاروا. بيس اوت.